إذن نفتح نقاش عن هذا الموضوع. ينضم إلي من العاصمة الأردنية عمان الدكتور عصام الكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور عصام، أهلا بك إلى هذه الساعة للقاهرة الإخبارية. وزير الدفاع البريطاني يقول فيما معناه أنه لا جدوى لهذه الضربات الأمريكية البريطانية الغربية وهذه الحملة التي أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية في نطاق البحر الأحمر ضد الحوثيين. إذن لماذا تستمر هذه الحملة برأيك من قبل الدول الغربية إذا لم تؤدي حتى الآن إلى نتائج كاملة؟ مساء الخير لك والمشاهدين. حقيقة أن ما يجري في البحر الأحمر والضربات المتتابعة الأمريكية البريطانية لمواقع القوات الحوثي في اليمن تدل دلالة واضحة على أن هنالك تأثير كبير لهذه الضربات على مجريات التحركات السفن التجارية في البحر الأحمر وخاصة مضيق باب المندب. لكن السؤال الذي طرحته حضرتك يدل على أن هنالك أيضا ما زال تأثير لهذه الضربات، وبالتالي عند قيام الموجة الثالثة من الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع أو قواعد إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة للحوثيين ما زالت تنطلق. إذن يبدو أن هنالك ما زالت قدرة موجودة لدى أنصار الله لاستخدامها، وقد أعلنوا فيما مضى واليوم أعلن وزير دفاعهم ووزير الخارجية بأن اليمنيين بأن اليمن أو حزب الله أنصار الله لا يمكن أن يتوقفوا إلا إذا جاءتهم رسالة من المقاومة الفلسطينية في غزة بأن العدوان الإسرائيلي قد توقف. أعتقد أنها أيضا رسالة قوية تدل على أن لديهم القدرة، إن لم تكن يعني القوة ما زالت كما كانت أو تقلصت قليلا، لكن القدرة على الاستخدام ما تبقى من أسلحة يمكن أن يضر في هذه العملية. المشكلة الآن سيدي العزيز ليست هي أن الرد أو الرد المقابل، ونحن دائما نعلم في العمليات الاستراتيجية أو الرد مقابل التصعيد يدل دلالة واضحة على أن الطرف الثاني أو الخصم وهو الأضعف من الناحية العسكرية والقوة يعني الأسلحة القوة الفتاكة مقابل أمريكا وبريطانيا، إذا كان ما لديهم يعني القدرة للضربة الثانية أو الرد مرة ثانية، هذا يدل بمفهوم الردع على أنه الردع التكاملي أو الردع الديناميكي المتكامل. يبدو أن الحوثيين أخذوا هذا المفهوم الاستراتيجي بعين الاعتبار، وبالتالي هم يعني يدققون في الأهداف لما يسمى بالاقتصاد في الجهد الحربي. أعتقد أن أيضا الحملة في البحر الأحمر تأخذ أكثر من وجه، الوجه السلبي والوجه الإيجابي. الوجه الإيجابي لهذه الضربة أنها عطلت كثير من سلاسل التوريد لدولة الاحتلال، وبالتالي يعني زادت بالأزمة الاقتصادية لديها، وأيضا يعني أشعرت العالم بأن هنالك تعاطف مع من قوة موجودة في هذه المنطقة مع المقاومة الفلسطينية ككل وخاصة في قطاع غزة. الوجه السلبي لهذه الأعمال في منطقة البحر الأحمر أيضا تدل دلالة على أن انخراط الولايات المتحدة وبريطانيا في هذه الحرب بشكل مباشر بغض النظر عن أعضاء التحالف لحماية الازدهار أو حارس الازدهار الذي أعلن عن، هو أيضا إشارة لإسرائيل لاستمرارها في ضرباتها على المجاهدين في قطاع غزة وفي عموم فلسطين. وهذا أيضا حتى وإن حاولت بريطانيا والولايات المتحدة إخفاءه على أنه فقط هو لحرية الملاحة، لذلك تم إنشاء ما يسمى بحارس الازدهار من مجموعة الدول، ولكن الحقيقة هي مكشوفة دائما. النقطة الأخرى أيضا، هل نحن أمام حالة جديدة تستدعي نوعا من هندسة المناطق ذات الثغرات الاستراتيجية التي تحاول بريطانيا والولايات المتحدة سد مثل هذه الثغرات لمرحلة قادمة من اتفاقيات سلام أو إنشاء مشروع سلام جديد يمكن أن يغير طبيعة المسرح الاستراتيجي في المنطقة؟ طيب دكتور عصام، اسمح لي، ذلك يعني يحيلنا إلى سؤال هام.
إذا كانت حارس الازدهار حتى هذه اللحظة بحسب وزير الدفاع البريطاني لم تؤدي إلى نتيجة جيدة ولم تمنع بشكل كامل هذه الضربات، ما فائدة استمرار؟ لماذا تحرص هذه الدول الغربية على الاستمرار في هذه العملية في هذه الحملة؟ هل يمكن أن نفهم ما يحدث الآن أن الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الغربية تريد أن تحل هذه المشكلة بمشكلة أكبر، بمشكلة في نطاق البحر الأحمر، بدلا من أن تكون قاصرة على نطاق غزة امتدت لتشمل كامل نطاق البحر الأحمر؟ كلام صحيح، يعني لأن يعني الذي نراه ونسمعه الآن هو ما يسمى بعلم الأزمات، بأنه الإدارة بالأزمات، يعني أن تخلق أزمة جديدة لإدارة أزمة سابقة. لكن يعني يبدو لي أن الوضع يمكن أن يتوقف أو يمكن أن يؤدي إلى ما يسمى ما بعد استخدام الحوثيين. إذا كان هنالك ما بعد حماس وما بعد نتنياهو، فلماذا لا يكون ما بعد الحوثي؟ الخطأ الاستراتيجي الكبير الذي ارتكبته الولايات المتحدة في الحرب، قوات التحالف الذي قادته المملكة العربية السعودية على الانفصال الحوثي وحمايتها لمواقع وقوات أنصار الله مدة طويلة فاقت 5 سنوات، يبدو أن هذا الخطأ الاستراتيجي سواء كان في سوريا وفي العراق وفي اليمن حان الآن وقت دفع فاتورته من قبل القوات الأمريكية، ولكن يجب أن لا يكون على حساب دماء أهل هذه المنطقة بغض النظر عن مواقفها من قضية المشاركة بريطانيا وأمريكا أو الحرب في غزة. كثير منهم قد يلبس لبوس النصر مع المقاومة الإسلامية في غزة على أنه يشارك، نحن لا نعلم بنيات وبواطن الأمور، لكن المهم أن الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها أمريكا وبريطانيا في سوريا وفي العراق وفي اليمن حان الآن لدفع هذه الفاتورة. لكن الخطر يكمن هنا أن شعوب هذه المنطقة هي التي تدفع الضربات من الجو، ولن يكون هنالك قتلى من البريطانيين ولا الجنود الأمريكيين. أمريكا خاضت هذه بعد موت 3 جنود وجرح أكثر من 40 جندي في الحدود الشمالية من الأردن. إذن ما يمكن أن نقول، هل يمكن هذه الأمور أن تصاعد الموقف وتفتح جبهات أخرى؟ أعتقد أن يعني عملية التصعيد إلى حد المواجهة وانهيار منظومة الأمن والاستقرار ككل في منطقة الشرق الأوسط ما زالت بعيدة، ولكن ما زال هنالك نوع من ما يسمى بالفوة أو صحيح. الفتحة التي يمكن أن تقود إلى صحيح. هناك فيما يبدو بوادر للوصول إلى هذه النقطة. على أي حال، شكرا جزيلا الدكتور عصام الكاوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معي من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.